الأخبار في البيت النصراوي في 24 ساعة الأخيرة في أعقاب الهزائم المتتالية من نادي الهلال على مستوى الدوري وعلى مستوى الكأس، تكلم بصراحة للنصراويين لو أن الخسارة ما كانت أمام الهلال في الكأس يعني ممكن تأجل تعدي شوي وتأجل بعد، ولو أنها مثلا في الدوري من أحد غير الهلال قبلها بكم يوم أيضا، لكن المنافس التقليدي في أسبوع واحد في مباراتين، واحدة في الدوري يبعدك عن المنافسة، واحدة في الكأس يخرجك ويأخذ البطولة من أمامك على مستوى لقاءات الفريقين، هذا ثالث ديربي. طبعا لما تجي أنت تشوف اللي صار مع النصر في فترة الانتقالات، ما كنت أتوقع أنه حيطلع عندنا عنوان في الحلقة بعد الخسائر المتتالية للنصر في الدوري والكأس النصر يستنجد بأي أحد. هذا العنوان ما كنت أنتظره هالموسم فيما يخص النصر، لكن الأوضاع النصراوية عندك 4 خسائر أو 5 خسائر على مستوى الدوري، خروج من النهائي أمام الهلال، 3 ديربيات وراء بعض، مباراتين منهم في أسبوع، تغيير المشرف يقدم استقالته، عودة حسين عبد الغني وهو المقاتل القديم يعود إلى البيت النصراوي، بالتأكيد هذا يستحق أنه يفتح ملفه في بداية حلقة الليلة. نشوف تقرير عن الأوضاع في نادي النصر.